بلى، كان يوما من أيام الله، فلا يردنا شيء بعدها إن شاء الله حتى ندخل دمشق وحمص وقنسرين وبيت المقدس. فطوبى لك يا أبا سليمان، وصدق أبو بكر رحمه الله ورحمنا إذ قال: عجزت النساء أن يلدن مثل خالد. ما انتصرنا بالسيف وحده يا أبا عبيدة، ولا يخيب الله قوما فيهم رجل مثل أبي عبيدة أمين الأمة. والله ما عرف بنو مخزوم أخوين مثلكما، وأبى الله أن يفرق بينكما بالموت، فلله ما أخذ. سلام عليكما حتى يجمع الله بيننا. هنيئا لك ولنا وللمسلمين هذا النصر العظيم يا سيف الله. شكر الله لكن ما كان منكن، فنعم نساء المسلمين أنتن. أما أنت يا أم حكيم، فأحسن الله عزاءك في ابن عمي عكرمة، احتسبيه عند الله. ولا يزال المسلمون إلى آخر الدهر إن شاء الله يعبرون اليرموك، فيقولون: هنا يرقد عكرمة، هنا يرقد عياش بن أبي ربيعة، وسلمة بن هشام، وأصحاب رسول الله. هنا كان مبتدى أمر الشام في الإسلام، وأولئك كانوا أعلامه ومفاتيحه، فعليهم من الله السلام. لا بأس عليك يا أبتي، لا بأس. السلام عليكم أهل هذا الخباء. أدخل. أدخل يا أبا سليمان. لا بأس عليك يا أبا سفيان، لا بأس عليك، قد اعتذرت إلى ربك فاحتسب عينك عند الله. هي عند الله، ولا أبالي لو ذهبت كلتاهما وقد أعزنا الله بنصره. أما ثأر عيني ففتح دمشق قريب يا أبا سليمان، لا تريح القوم فقد انكسرت شوكتهم. نفعل إن شاء الله. كيف رأيت فعل ولدي يزيد؟ قد أبلى بلاء حسنا ووفى بعهده مع الله، فحق لك أن تقر به عينا. أي عين يا أبا سليمان؟ أي لا بأس عليك يا أبا سفيان، لا بأس عليك. ارقد يا ولدي، ارقد حتى تبرأ. ما بي من سوء، ما بي من سوء. الحمد لله الذي رآني أقاتل في سبيل الله إلى جانب أبي سهيل بن عمر. ولو وددت أن ألتحق بأخي عبد الله، ولكن الله شاء. والله ما غير الإسلام فينا. لقد رأيتني في ذلك الزمان وأنا أقول: لا تخالفوا عن دين آبائكم، وامضوا على طريقتهم، واقتدوا على آثارهم. فالحمد لله، الحمد لله الذي هداني إلى دين ولدي، دين الإسلام. ولا يضرني أن تكون السابقة لهما علي. رحم الله ولدي عبد الله.
رحمك الله يا أبا عبيدة، لما أبطأت علي بالخبر حتى نمي إلي من غيرك؟ رحم الله أبا بكر، إنا لله وإنا إليه راجعون، ولقد كان والله أحب إلي من عمر، ولكن عمر قد غدا الآن الخليفة، وقد ألزمني الله بره وطاعته، وما علي لو صدعت بأمره ودخلت في غمار الجند وقاتلت تحت لواء أميرنا أبي عبيدة، فأني والله لا أقاتل من أجل عمر ولكن من أجل رب عمر، فلو أنك عجلت إلي بالأمر ولم تجد في نفسك حرجا منه. بلى والله، لقد وجدت في صدري منه حرجا شديدا، وما شئت أن أفسد عليك هناءة نصرك وأنت سيف الله المسلول. فوالله يا أبا سليمان، ما سلطان الدنيا أريد وما للدنيا أعمل، وإنما نحن إخوان نقوم بأمر الله عز وجل، وأنت عندي على منزلتك وتقدمك لا ندبر ولا نقاتل إلا برأيك. طب خاطرا يا أبا عبيدة، كيف أخالفك وأنت أقدم مني إيمانا وأسبق إسلاما وقد سماك رسول الله بالأمين؟ والآن أشهدك وأشهد هؤلاء أني قد جعلت نفسي حبسا في سبيل الله ولا أخالفك أبدا. سيدي القيصر، قد علمت ما أصابنا في اليرموك، وقد جدت أمور في القسطنطينية تقضي بعودتي إليها دون إبطاء، ولسوف أتابع من هناك ما يجري في الشام بعد اليوم، وأبذل جهدي في إمدادكم بما نستطيع جمعه، فصدوا المسلمين وشاغلوهم ما استطعتم، فقد ذهب من جيوشنا ما لا يعود في وقت قصير، ولتكن مشيئة الرب. وداعا يا سوريا، وداعا لا لقاء بعده. بكم تبيعه بالدرهم؟ مدين. مدين بالدرهم؟ ولما أغليت الثمن؟ لا أجبر أحدا يا أمير المؤمنين، فمن شاء ابتاع وإلا ذهب إلى غيري. لو باع غيرك بأقل من ثمنك لما بعت بهذا الثمن، ولا كسدت تجارتك، ولكني أعلم ما تصنعون. إذا جلب الناس قمحهم وشعيرهم إلى المدينة سبقتم الناس إليهم، فابتعتم أحمالهم كلها مرة واحدة، واحتكرتموها بفضل أموالكم عن الأرملة والمسكين. لا والله، لا حكرة في سوقنا، لا حكرة في سوقنا. فأيما جالب جلب إلى المدينة رزقا يريد بيعه على عامة الناس فذلك ضيف عمر، فليبع كيف شاء وليمسك كيف شاء. بع بالدرهم 4 أمداد، وإن لم تفعل فاعتزل سوقنا أو انتظر عقوبتي. العفو يا أمير المؤمنين، ما صنعته وأنا أعلم أنه ظلم حرام. وذاك أيضا يا أهل السوق، لا يبيع في سوقنا إلا من تفقه وعلم الحلال والحرام في بيوعنا، ف
فلم يخلط عمله بظلم، وإلا أكل الربا والسحت والحرام، شاء أم أبى. هل تسمعون؟ واعلموا أني سأقيم على الأسواق عمالا يرقبون ويحتسبون ويقضون بين المتخاصمين، ولا يسكتن أحد عن ظلم وقع عليه، لأن الساكت عن الحق شيطان أخرس. يا أمير المؤمنين، يا أمير المؤمنين، بشرى يا أمير المؤمنين، اليرموك نصر من الله وفتح عظيم، وهذا رسول أبي عبيدة. أما وقد نصر الله أصحاب اليرموك وكسر شوكة الروم وسار أصحابنا إلى دمشق، فأعينوهم بشكر الله على ما أعطى، كي يزيدهم الله ويزيدنا من فضله. الحمد والشكر لله. ويقول بعضكم: ما بال أمير المؤمنين قد عزل خالدا عن إمارة جند الشام، وقد كان من بلائه ما نعلم. فاعلموا رحمكم الله أني ما عزلته عن سخطة أو خيانة، ولكني نظرت في أمور ثلاثة. أما أولها فأني ما زلت أسمع الناس يقولون: لا أحد يقوم مقام خالد ولا يغني غناءه، ولولا خالد لما كان كذا وكذا، فخشيت أن يفتن الناس به، وأردت أن يعلموا أن الله هو الصانع. فماذا لو قضى خالد نحبه؟ هل تنكسر شوكة الإسلام بموته؟ وهل ينقضي وعد الله بانقضاء أجله وقد مات قبله خير الناس محمد رسول الله؟ فمضى أمر الدين على ما وعد الله، وقد خابت أمة تعلق أمرها كله برجل واحد، فإذا غاب انقضى أمرها واختل نظامها إلى بوار. وأما الأمر الثاني فأن خالدا يرى رأيا في عمل الأمراء والولاة يخالف رأيي، وهو يقيم على رأيه ذاك عازما عليه، يرى أن يستقل الوالي بعمله فيمضي الأمور في ناحيته على الوجه الذي يراه، فلا يرجع به إلى الخليفة. أما أنا فأرى أن الخليفة مسؤول عن عمله وعمل ولاته وأمرائه عند الله. أما الأمر الثالث فإن عمل الأمراء والولاة لا يقتصر على خطة الحرب وتدبير الجيوش وإنشاب القتال، ولو كفينا الحرب لاكتفينا، فإنما نحن هداة ودعاة، وإنما عمل الوالي والأمير سياسة الناس وإقامة العدل وحفظ الحقوق وتدبير معاش الرعية. وتوشك أن تدخل الشام في دولة الإسلام فيغلب أمر السياسة على أمر الحرب في عمل الوالي والأمير. وأبو عبيدة له فضل السبق والقدم في الصحبة، وهو الزاهد العابد المكيث الرؤوف من الناس، فإذا دخل خالد في أمره وجعل فطنته في الحرب تبعا لسياسته، ضمننا أن يعتدل هذا بذاك، وأمننا أن لا يجور السيف على شأن الرعاية والسياسة والتدبير، وهو الأصل في الولاية. وقد بسطت لكم رأيي كي لا يكثر المقال ويتحدث الناس بسوء الظن، وهو مبلغ ما هديت إليه، فإن أصبت فمن فضل الله، وإن أخطأ فعلي خطئي.
هيئوا أنفسكم لحصار طويل، والرأي أن نفرق أنفسنا على أبواب المدينة الخمسة. أنا على واحد، وخالد على واحد، وعمرو ويزيد وشرحبيل كل على باب. من الأمير؟ قل هداك الله. نحن من عرب الشام، من آل جفنة بني غسان. نعم الملوك والأمراء والعشير، فما زال قومنا إذا جاءوا بعيرهم إلى الشام قبل الإسلام ينزلون عندكم في خير صحبة وجوار. ولذلك جئناكم الساعة، فإن وإن كنا على دين الروم فإن لنجتمع وإياكم في الأصل واللسان. وقد كرهنا ظلم الروم وبطشهم واستبدادهم بالأمر واستعلاءهم علينا، ونحن أهل الشرف وأصحاب الأرض. وقد رأينا عدلكم فيما صار إليكم من أرض الشام، فرأينا أن ننحاز إليكم، وقد خلفنا وراءنا أعدادا عظيمة يأتمرون بأمرنا، ولنا فوق ذلك علم بآلات الحصار مما لم تخبروا، كالمجانيق والدبابات تعلمناها من طرق الروم. نعينكم بصنعها إذا شئتم، فإن رضيتم وفعلنا، فما لنا عندكم؟ لكم عندنا الوفاء والذمة، وعهد الله ووصية رسوله فيكم، ثم وصية خليفته الأول رحمه الله، ووصية أمير المؤمنين. لا تضارون في دينكم وأنفسكم وأموالكم، ونقيمكم على ما أنتم عليه من بلادكم، تحكمون أنفسكم ما أقمتم العدل في دياركم. فإن شئتم أن تحتكموا إلينا في أمر، حكمنا فيكم بما نحتكم إليه، ولا نكلفكم إلا ما تطيقون من الجزية وخراج الأرض. والجزية دون الزكاة المفروضة علينا، إلا أن الزكاة عبادة ودين، فلو فرضنا منها عليكم ما نفرض على المسلمين لكان فيها مظنة الإكراه على الدين، وهو ما حرم الله إذ قال: لا إكراه في الدين. ولكم علينا أن نمنعكم من عدونا وعدوكم، فإن عجزنا فليس لنا عليكم شيء. قد رضينا أيها الأمير. أما المؤونة فعندنا ما يكفي لستة أشهر، وقريبا يدخل الشتاء والبرد، ولعلهم لا يصبرون عليه وهم أهل الصحراء. وليس عندهم آلات الحصار التي نعرفها، ولذلك نحن في مأمن داخل المدينة. السلام عليكم. وعليك السلام. تعال يا ابو شريف. تعال يا ابو شريف. السلام عليكم. هذا لبن شيب بماء، أما علمت أن الغش حرام يعذب الله عليه؟ رد إليها درهمها، وإن شئت فخذ لبنك هذا وانتفع به مع عيالك، وإن لم تفعل أهرقته لك، ثم أمرت بجلدك على مشهد من أهل السوق. ولئن عدت إليها لأخرجنك من السوق ثم أوجعك ضربا. وما شأنك أنت حتى تقحمي أنفك في عملي؟ ومن أنت حتى تأمري؟ سبحان الله،
غش وغرة بالإثم. العفو يا أمير المؤمنين، لكنها أما وعدت أن أقيم على الأسواق محتسبين يرقبون البيوع ويقضون بين الناس فيما يختلفون فيه. فهذه الشفاء بنت عبد الله قد جعلتها على الاحتساب في سوقكم، فما قضت به فهو قضائي، وما عاقبت به فهو عقابي. ومن حار في مسألة لا يعرف فيها الحلال والحرام رجع إليها بالسؤال، فهي أهل لذلك، وهي عندي اليوم مكينة أمينة. ما قضيت في هذا؟ أن يأخذ لبنه وينتفع به مع عياله أو نهرقه، فلئن عاد إليها ضربناه وأخرجناه من سوقنا. لو سبقتك إليه لأوجعته أولا، ولكن نقر ما قضت به الشفاء، فاسمعوا لها وأطيعوا. عودوا إلى عملكم يرحمكم الله. ردي إليه لبنا. ما هذه؟ بركة من الله، بل عذاب من الله. أيها الناس، أيها الناس، إياكم والبطنة، فإنها مكسلة عن الصلاة، مفسدة للجسم، مورثة للسقم. وعليكم بالقصد في قوتكم، فإنه أدنى من الصلاح وأبعد من السرف وأقوى على عبادة الله. سيدتي الأميرة بوران، أخيراً القائد رستم، لم تخيب ظني فيك. حين كتبت إليك وأنت في خراسان كنت أعلم أنه لا أحد غيرك يستطيع أن ينقذ مصير المملكة، وما كنت أرغب في أن أتقدم إلى هذا الأمر لولا أن مكائد الملكة أزارميدخت وقائدها سيافاش أوشكت أن تذهب بكل ما بناه آباؤنا في أكثر من 1000 سنة، حتى اجتمع هؤلاء الأشراف إلي ووضعوا مصير المملكة بين يدي. وقد علموا أني لا أريد الملك لنفسي، ولكني أريد حفظ فارس. فلم يكن بد من التخلص من أزارميدخت وقائدها، وأن ينتهي هذا الصراع الطويل على عرش فارس. وقد كان هذا يا سيدتي، وفرغنا من أمر أزارميدخت وسيافاش القاتل، ولقد كان أبي أول ضحاياه، وما سرني شيء أكثر من قتله بأبي وبما أحدث في البلاد. وقد أحسن هؤلاء السادة حين اجتمعوا إليك وأنا معهم على أمرك، فمريد. ليس هذا لبن ناقتي، فأني أعرف مذاقه. صدقت يا أمير المؤمنين. ويحك، من أين هو؟ يا أمير المؤمنين، إن ناقتك قد انفلت عليها ولدها فشربها، فحلبت لك ناقة من مال الله. ويحك، تسقيني نارا. يا أمير المؤمنين، ألست من المسلمين؟ فلك الحق في مال الله كحق أحدهم، وإنما هي شربة لبن. لا يحق لي من مال المسلمين إلا ما أستحقه منهم. فاستحل منهم نفقتك ونفقة أهل بيتك، فقد أصابتنا خصاصات منذ وليت أمور المسلمين، إذ اشتغلت عن تجارتك بأمور الرعية ولا نجد ما نطعمه.
هو لم يفرض لك من بيت المال حتى الآن، فمن أين ننفق؟ ما كانوا ليبلغوا هذا لولا أن أعناهم على أنفسنا. ذهب الملوك العظماء وصار العرش نهباً لمن غلب، كل أمير يتب بالآخر، ولا يدرون أن العرش الذي يتقاتلون عليه يوشك أن يخرج من أيديهم إلى العرب. بلى أيها القائد، وإن لم يجتمع أمرنا أخيراً فلسوف نراهم قريباً يحيطون بالمدائن. فهل نصبح وقد صار العرب ملوك فارس ونحن مواليهم؟ أليس الموت أهون؟ بلى يا سيدتي، الموت أهون. فانظروا رأيكم قبل الفوات، فقد بلغنا أنهم قد جمعوا لنا جيشاً جديداً في طريقه الآن إلى الحيرة لينضم إلى جيشها. تعلمين يا سيدتي أن من بقي من ذرية كسرى أبرويز قد اختفى خشية القتل بعد أن فتك شيروي بأبيه كسرى وبذرية أبيه من الذكور. ثم كان الذي كان من تعاقب الأمراء الآخرين على العرش بالغدر أو الحرب، وذرية كسرى هي الأحق بعرش فارس، ولكن الوقت وأحوال البلاد الآن لا تسعف في البحث عنهم وتنصيب أحدهم، ولا يجتمع الرأي إلا عليك الآن. فأرى أن تتولي عرش فارس 10 سنين حتى نفرغ من أمر العرب ويستقر الحال في البلاد، ثم يكون الملك في آل كسرى من جديد. نعم، هذا هو الرأي. إن كان لابد فالقائد رستم وزيري وقائد الجيوش، وأفوض إليه تدبير أمور البلاد على ما تقتضيه الحرب، ويكون الفيروزان نائبة يدبر الأمور من خلفه إذا خرج بنفسه على رأس الجيوش. عرشك الآن يا مولاتي، وأعاهدك أن أدافع عنه بكل ما أملك. فارس بين يديك الآن أيها الوزير والقائد. كنت قد عهدت إليكم ألا آكل من مال المسلمين ما استغنيت بمالي، وقد نفد، فما الذي يحل لي من مال الله؟ أمير المؤمنين أعلم منا بذلك، قل فإن رضينا وإلا أعلمناك برأينا. ما أحج وأعتمر عليه من الراحلة، وحلتي في الشتاء وحلتي في الصيف، وقوت عيالي شبعهم، وسهمي في المسلمين فإنما أنا رجل منهم. قد أنصفت. كلكم على هذا؟ نعم نعم نعم. يا أمير المؤمنين، إن حق الناس بطعام لين ومركب لين وملبس لين لأنت. أما والله ما أراك أردت بها وجه الله، ما أردت بها إلا مقاربتي، وقد كنت أحسب أن فيك خيرا. ويحك، هل تدري ما مثلي ومثل هؤلاء؟ مثل قوم سافروا فدفعوا نفقاتهم إلى رجل منهم فقالوا أنفق علينا، فهل يحل له أن يستأثر منها بشيء؟ لا يا أمير المؤمنين. فذلك مثلي ومثلهم. ما باله هذا يمشي هكذا؟ هكذا يكون النسك بالتماوت في المشية والهيئة؟ هه، أمت علينا ديننا أماتك الله، اعتدل في مشيتك وأظهر عزة الإسلام. ما بال أقوام حسبوا الزهد ضعفا والنسك تماوتا، فإذا تحدث أحدهم خاشع بصوته، وإذا مشى أحنى قامته، وإذا قام في الصلاة نكس رأسه وكتفيه. ألا يخشون مظنة المراء والتكلف والتظاهر؟ فإن المراء في إظهار الورع والتخشع كالمراء في التيه والتكبر.
كلا الرجلين يريد أن يري الناس أنه خير منهم بالدين أو الدنيا. قد علمنا أن جيش المسلمين الجديد لم يصل بعد إلى العراق، أما أميرهم المقيم في الحيرة، أعني المثنى. نعم، ليس عنده غير 4000 من الجند، فينبغي أن نعاجله قبل أن ينضم إليه الجيش الجديد. ويخرج جيشان، أحدهما يتجه إلى الحيرة وعلى رأسه القائد جابان، أما الجيش الثاني فيضرب عسكره بكسكرة بين النهرين وعلى رأسه القائد نرسي. ظننت أنك تخرج بنفسك على رأس الجيوش. أخطأت الظن، خطتي إرسال الجيوش إثر الجيوش، فهو أشد على العدو، ولست آمن على الأميرة بوران من غدر الأمراء والقادة والطامعين، وقد رأينا ما فعل أمثالهم من قبل، فهم أخطر على الدولة من المسلمين، وسأنهض بالأمرين معا، لا يكن عندكم شك في ذلك. ما جئت بهذا الوجه بخبر سار؟ قل. بل بأقبح الأخبار، هزم جيش جابان بالنمارق، ثم هزم جيش نرسي في السقاطية بكسكر، ثم في باروسما، ثم كسر المسلمون جيش الجالينوس الذي خرج لنصرة نرسي. 4 جيوش هزمها المسلمون يا مولاتي في أقل من شهر، ثم استرجعوا السواد كله واستولوا على مدينة كسكر. ما الذي حدث لفارس التي قهرت الأمم من قبل؟ أين جنودنا الذين كانوا يثيرون الرعب أينما نزلوا؟ لا، ليس الجند، وإنما القادة الذين يريدون أن يقودوا الجنود نحو النصر العظيم من قصورهم في المدائن. تعني رستم؟ نعم، رستم الذي جمعت له قيادة الجيوش والوزارة وفوضت له أمر البلاد، وقد نصحت أن يجمع الجيوش ويخرج بنفسه على رأسها، فأبى، وها هي النتيجة.
هزائم يتلو بعضها بعضا، والمسلمون يذرعون العراق من أعلاه إلى أسفله. كيف تعمل؟ المسلمون عنا إلى بلادهم، فلا أنكلن بكل من أعانهم علينا من عرب الشام، ولا أرفع عنهم على الصلبان في كل بلد. أما إخوانهم داخل المدينة فيواطئون المسلمين، ولا أشك أن بعضهم هنا يواصل العرب هناك بأخبار دمشق وما يقع فيها. ألم آمر بأن تبثوا العيون بينهم؟ فمن علمتم أنه يمالي بني قومه علينا فاجعلوه عبرة للآخرين. قدمتك على كل الأمراء والقادة يا رستم، وخالفت فيك من تعلم، ورضيت أن أفوض إليك تدبير الملك حتى تسوس الأمور على وفق ما تقتضيه الحرب. لا أريد أن أقول خاب أملي، ولكن تلك الهزائم المتوالية. ما تزال الحرب سجالاً يا مولاتي. أنا من خاب أمله في نرسي وجابان والجالينوس ودهاقين السواد. ولكنك قائد الجيوش كلها، وعمل أولئك منسوب إليك، النصر أو الهزيمة. وقد علمت أن بعض الأمراء والقادة يترقبون ما تفعل، وقد بدأوا يتهامسون، ولا أدري كيف أرد عليه. الفيروزان، أعلم أنه هو من يحرض علي، وقد نفس علي مكاني منك ويرجو إخفائي ولو ذهبت فارس معي. ألا ترين يا مولاتي، لهذا رأيت ألا أخرج الآن بنفسي للقاء المسلمين، فهذا ما يريده الفيروزان وأصحابه حتى يتآمروا على الملك من خلفي. فإن فعلوا ونحن في حرب فقد انقضى أمر فارس. إن كان غرضك أن أعزله الآن فذلك أدنى إلى وقوع ما تخشاه، فقد علمت أن للرجل أنصارا ولن يعزل حتى يثور بي وبك، وعندئذ ينقضي أمر فارس. ولكن اصنع نصرا كبيرا على المسلمين يا رستم، فإن الانتصار عليهم هناك انتصار لنا على الطامعين هنا، فهذا قرين ذاك ولا سبيل غيره.